بالنسبة للوضع الجزائري، أنتم عارفينه، الصحافة الوطنية عرفته. يعني حقيقة لما قلت باللي ممكن تكون فيه مجاعة في بعض الدول وفيه نقص في الموارد، في المواد الغذائية في دول أخرى، لأن فيه نقص كذلك الموارد المالية تاع بعض الدول، هذا كلام تاع المنظمة الايفو، مش كلامي انا، اللي يقولوا باللي السنه هذه تشوف مجاعات كبيره في دول في كل القارات، وتركز على افريقيا بالاخص. احنا الوضع تاعنا رانا نواجهه، مش كنا هو الانتاج تاعنا ما يكفيناش ولازم نعوضوه بالاستيراد. الاستيراد اليوم لمن استطاع اليه سبيلا، ولو بفلوسك، ولكن ما كانش في السوق الدولية، في الندرة في السوق الدولية. وتشوف اليوم في دول عظمى ثرية متقدمة جدا فيها ندرة في مادة من المواد اليوم غدوة إلى آخره. إذن احنا لحد الآن رانا نقاوموا اختيار قرارات باش المقاومة تكون أحسن. أولا بالنسبة للاستيراد، رجعنا الاستيراد لاحتكار الدولة، ماهوش الاحتكار من أجل الاحتكار، لأن الإنسان الخاص مستورد لما يستورد طبعا يعني الأسعار تاعو تكون نوعا ما مرتفعة. أنا أفضل باش مؤسسات الدولة هي اللي تستورد، لأن هي قادرة تتحمل من ميزانية تاع الدولة جزء من الأسعار المرتفعة حتى توصل المادة وتوصل المواد للمواطن بسعر مقبول. هذه بالإضافة إلى محاولة قدر الاستطاعة تدريجيا رفع مستوى المعيشة تاع القدرة الشرائية تاع المواطن. رفعنا نقطة الاستدلال، رفعنا جزء من المعاشات، قلصنا مرة ثانية الضرائب على المرتبات على الموظفين وغير الموظفين، إضافة إلى منحة البطالة هي الوحيدة من نوعها في إفريقيا وفي العالم العربي ما عدا أوروبا الغربية، حتى أوروبا الشرقية ما فيهاش. واليوم الحمد لله زدناهم بطاقة الشفاء، يعني كأنهم موظفين. المرتب صح ضعيف شوية، ولكن عنده إمكانيات باش يعالج، باش يمشي، ما عندوش تحاليل يديرها يمشي يديرها على حساب. إذن هذه الإجراءات كلها تصب في رفع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الدعم أكثر فأكثر للمواد الاستهلاكية. اليوم كنت ذكرتها القمح، اليوم راه يعني السعر نتاعو الهب، يعني فيه لهيب في السعر، وما كانش في السوق الدولية. وراه في دفء في بلادو، مليح هنايا، راه الشيء اللي قامت به اسبانيا غير مقبول اخلاقيا وتاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من احسن الحلول هي الحكم الذاتي، ولا اسبانيا ما خصهاش تنسى بلا الى يومنا هذا مسؤوليه تاعها ما زالتش في الصحراء الغربيه. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربيه مهما كان الحل، يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا، سي لا بيسونس ادمينسترانت، هذه يساوها الاخرين يطبعوا ولا ما يطبعوش ولا براسهم. من تلا انت ما عندكش الحق تعطي بلاد مستعمره تعطيها لواحد اخر. لا هو المشكل مع اسبانيا. Et prévoyez-vous, monsieur le président, d'autres mesures après celles prises à l'encontre de l'Espagne? نشوف. Si toutefois il ne change pas de position. احنا الاسبانيول، الدوله الاسبانيه عندنا معها علاقات طيبه. وكانت فيه قرب يعني كيما إيطاليا كيما كذا. رئيس الحكومة تخلى على كسر كل شيء،
رئيس حكومة مش إسبانيا. الرأي تاع الآخرين ما عطاوهش، وإن كان عطاوه في المجلس الوطني تاعهم في الشارع الإسباني. أنا ما ندخلش في الأمور الداخلية تاع إسبانيا. إحنا كدولة ملاحظة فيما يخص الصحراء الغربية نعتبر إسبانيا والأمم المتحدة تعتبر إسبانيا باللي سي لا بويسونس أدمينسترونت طون كيا با دو سوليسيون صار أوكسيدونتال. هذا هو. طيب سيد الرئيس، ما هو المطلوب يعني بالنسبة للجزائر من إسبانيا حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها؟ تطبيق القانون الدولي. هذا هو سيتو. كان جاوا أصدقاء كما كنا احنا دارين أصدقاء في الحكومة، مش إسبانيا. مرة أخرى يفرق ما بين الحكومة والدولة الإسبانية. الدولة الإسبانية عندنا معها روابط متينة ومتينة جدا. فيش ما لازمش يتخلوا المسؤولية التاريخية نتاعهم في هذا الظرف. هذا المطلوب منها هي تراجع نفسها. سيد الرئيس، سؤال آخر سنتم مؤخرا وباش نطمن الأصدقاء الإسبان، الشعب الإسباني، الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتموين إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف مهما كانت تسمى. موضوع رياضي يعني، يعني الجزائر على استعداد لتنظيم الألعاب المتوسطية بوهران، هل فعلا هناك كانت هناك أطراف أجنبية أو دولية أرادت سحب هذا الحدث العالمي من الجزائر ولماذا؟ يعني ماذا النكاية في الجزائر؟ المعروفين يعطوها البلد آخر، يعني ظلما وعدوانا. أولا، ثانيا الدولة ما اهتمتش بالجانب هذا، الدولة ما اهتمتش بالجانب هذا. بدينا نهتموا به هذه سنة ونص، باش خدينا تدابير بالنسبة للملعب، بالنسبة للملاعب، بالنسبة لهذه، بالنسبة اليوم اليوم راهم هما بروحهم. اللجنة الدولية عبرت عن رضاها التام بالنسبة للجزائر، وكاكا ربما تكون من احسن الالعاب، لان الشيء اللي شفناه والتزام صح. يعني الشيء اللي كان باش يندار هذه في 3 شهور راه ندار في 6 شهور ولا 7. هذا هو المصيبه. احنا عندنا المفروض كانوا بداوا يشتغلوا من البدايه، وكانوا يمشوا بسرعه عاديه. كانوا معولين، ما نقولش البلد اللي كانوا معولين يعطوه، لا راك فاهم. علاقه تاع 60 سنه. السنة هذه رانا نحتفلوا ب 60 سنة تاع إقامة العلاقات الدبلوماسية. عندنا علاقات. احنا المبدأ نتاعنا الأساسي، قلت لك احنا المبدأ الأساسي وما نتخلاش عليه، احنا دولة نافذة في حركة عدم الانحياز. يتم المعنى. عندنا أصدقائنا روس، الصين، امريكا، الهند، ولكن احنا ما نلتزمش بالشيء اللي ما يهمناش.